جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ابتلي الناس في الآونة الأخيرة بالخادمات شيخ صالح، ويأتين بطبيعة الحال في معظم الأحوال بدون محرم، ثم إن المستقبل لهذه الخادمة يسافر بها ويغدو ويروح وليس معها محرم. ما هو توجيهكم؟ هذان محذوران بل محاذير. المحذور الأول استقدامها بدون محرم وهذا حرام، والمحذور الثاني خلوته بها، سفره بها كأنها من بناته أو من زوجاته أو من محارمه، وهذا لا يجوز لأنه امرأة أجنبية، لا يجوز أن يسافر بها وليس محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها. المحذور الثالث وهو قد تكون هذه الخادمة كافرة أو متسمية بالإسلام ومتساهلة في دينها أو عرضها، ويترتب على ذلك الفتنة منها وبها، ربما تؤثر على بناته وعلى نسائه، وربما يتعلق بها الفساق ويعملون معها الفواحش، ويكون ذلك تحت كفالته وتحت استقدامه لها، فيكون شريكا في الإثم والعياذ بالله. الحاصل أن مسألة الخدينات مسألة خطرة جدا، الواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الخطير الذي تساهل فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.